مش ملاحظة حاجة؟ أكيد ملاحظة، في 4 شركات تقريبا بتتكرر في كل مشروع عماد وصفي بيكون فيه. مش بس كده، دول كمان مساهمين بنسب كبيرة قوي في شركاته في البورصة. دي شبكة، الشركات اللي فيها معمول عليها تعتيم غريب. طب مفيش أي طريقة على الإنترنت نقدر نجيب بيها أي اسم لملك الشركات دي؟ أنا حاسس إن في حاجة مش مظبوطة. أم جورج، إيه اللي مخليك تتصل بيا في وقت متأخر زي ده؟ في إيه؟ بتقول ايه؟ امتى الكلام ده؟ طيب انا جاي لك دلوقتي. الظابط ازاي ده حصل؟ ايه ده هندسه؟ سياده المستشار زي الفل. في ايه تاني؟ في ايه تاني؟ كان في قاتل هنا وكان هيقتل ابويا، وصل لدرجه منه ازاي؟ اهدى يا رائف يا ابني شويه، اهدى. اهدى ازاي يا عمي؟ ابويا كان هيتقتل. ايوه اهدى يا رائف، امال انا اعمل ايه؟ بنتي واخويا كانوا هيتقتلوا منه النهارده. يا جماعه مش كده، احنا لازم نهدى، الموقف صعب وكلنا اعصابنا متوتره. راجي عندها حق يا جماعه، الامور كده مش هتنفع والكل مشدود. طب يلا يا جماعه بعد اذنكم، مش عايزين غير الباشمهندس استاذ عبد الحميد ونسرين. يلا بينا يا جماعه، حضرة الضابط بيتكلم صح، احنا نروح دلوقتي ونيجي نطمن كلنا على رائف الصبح. يلا بينا. شكرا يا جورج. الحمد لله على سلامة انكل يا رائف. الله يسلمك يا راجل. هطمن عليك بكره الصبح. ما تشغليش نفسك، أنا مقدر اللي أنت فيه، الله يكون في عونك. غصب عليك ما تقولش كده يا رائف، هتصل بيك. تمام. حضراتكم مين مش فاهم؟ إحنا صحافة حضرتك. لا مش وقته خالص، اتفضلوا بعد إذنكم. معلش يا روان، معلش يا حمدي، سيبونا دلوقتي. تمام يا باشمهندس. نتكلم بكرة بقى إن شاء الله، الحمد لله على سلامة المستشار. الله يسلمك، شكراً، شكراً يا روان. باشمهندس، الصحفية دي عرفت لوحدها ولا انت اللي قلت لها؟ يا حضرة الضابط، هو ده كل اللي همك؟ معرفش. طب يا هندسة، انا مقدر انفعالك كويس قوي، بس احنا حاطين الفيلا تحت المراقبة 24 ساعة، وده اللي خلانا نقدر نحبط محاولة الاغتيال. كل ده كويس يا حضرة الضابط، بس انا بنتي كانت هتموت مني النهاردة. استاذ عبد الحميد لازم تعرف ان سيادة المستشار هو المستهدف الوحيد في القضية دي. ما تكلمنيش بقى على قدريات، دي حاجة ما تخصنيش. معلش يا باشا، بس عايز اوضح نقطة لباشمهندس رؤوف. على فكره يا فندم، احنا كان يهمنا ان المتهم ده يفضل عايش، بس احنا لما حسينا ان حياته هيبقى فيها خطر على المستشار موتنا فورا. كان ممكن القناص يضربه في كتفه او رجله يعجزه يعني لحد ما احنا نيجي، بس احنا قايلين ان حياه العيله دي فوق اي اعتبار. انا مش فاهم، احنا لامتى هنفضل مهددين؟ انا مش شايف اي تحسن في القضيه. يا باشمهندس، دي قضيه كبيره مش هتحل بالسهوله دي، احنا بس هناخد كلمتين من الاليسه نسرين وهنمشي. بس انا مش قادره اتكلم دلوقتي خالص، انا حاسه ان انا هيغمى عليا. مش يا ترى مين اللي دخلت مع رائف دي؟ الله، وانتي مالك؟ هو انتي لا ترحمي ولا تخلي رحمة ربنا تنزل؟ بس معقول رائف هيقدر يحب غيري؟ مالياني فاكرة نفسك ايه؟ هيفضل يحبك طول حياته؟ فاكرها هيفضل راهب في محرابك؟ مالك يا راجل؟ مالك؟ ايه يا هدى، في ايه؟ لا تمام، مفيش حاجه، احنا كويسين. امال ليه بتكلميني في وقت زي ده؟
مفيش، ما انا قلت اكلمك بقى بالليل عشان تردي عليا، عشان الصبح بتنفضي لي. ها خير، عايزه ايه؟ مفيش، انا كنت بس بكلمك عشان ااكد عليكي ميعاد الخطوبه. يهمك قوي؟ ايوه طبعا يهمني انك تكوني موجوده، انت اختي الكبيره. لا طبعا جايه، ولو اني مش داخل عليا طقم الحنيه ده. هو انت ليه بتقولي كده؟ عشان عارفه ان انت عايزاني بس اجي عشان منظرك قدام خطيبك. على فكره انت واخده عني فكره غلط خالص، انا ولا في دماغي اي حاجه من الكلام ده اصلا. بس هو فعلا انت لازم تكوني موجوده. سلام. صباح الخير سعادتك. صباح النور. ها ايه الاخبار يا حسام؟ الاخبار مش كويسه يا باشا. الواد اللي اسمه مرعي ده راكب دماغه وفاكر ان الناس اللي بره هيحموه ويطلعوه من القضيه، مش فاهم اللي فيها. اشتغلت معاه بكل الطرق مفيش فايده، حتى بعت الواد مرشد من تبعنا يدخله الحجز يشتغل معاه، مش عايز يطلع باي كلمه. بقول لك يا حسام، القضيه دي خلاص اتقفلت، احنا عملنا اللي علينا. القضيه هتخش محكمه ومرعي هياخد تأبيده. يا باشا انا مش عايز مرعي، انا عايز الناس الكبار اللي ورا مرعي. حسام احنا هنقفل القضيه دي في الظاهر، في الباطن بقى انت هتكمل تحرياتك زي ما انت عاوز. وعلى فكره انا متهيألي ان حركه تنظيفك لمنطقه السحر والجمال دي هتخليك اول المترشحين للترقيه في الحركه اللي جايه. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله ان شاء الله. وبعدين يا راضي، وبعدين الدنيا ملخبطه وابتديت احس بشوشره كتير حوالينا، وانت عارف انا ما بحبش الدوشه. يا فندينا سعادتك اكيد عارف مين السبب ورا اللي احنا فيه ده كله. فارس طبعا وسكك والهيوجه، هي اللي دايما بتخلي الشغل بتاعه ريحته وحشه. بقول لك ايه يا راضي، انتوا الاتنين قرفتوني يا اخي. يا اخي مش معقول كده، كل واحد عايز يلبس التاني في حيطه ومش شايف شغله. انا عايز نتايج، قسما بالله همشيكوا انتوا الاثنين. راضي شيله من دماغك احسن لك. اسمح لي يا فندينا، مين هو فارس ده اللي انا هشيله من دماغي؟ سعادتك عارف احنا بقالنا كام سنه مع بعض؟ 25 سنة. يطلع ايه فارس من امبارح ده اللي هحطه في دماغي؟ راضي افهمني، لا انت تقدر تعمل اللي بيعمله فارس ولا فارس يقدر يعمل اللي انت بتعمله. اهدوا بقى شوية، انا عايز الدنيا تهدى حواليا. قسما بالله لو ما هديته بحوريك وش التاني، وانت عارف وش التاني كويس. مفهوم؟ مفهوم سعادتك. أنا مش فاهم إيه الحركات اللي أنت بتعمليها دي؟ أنت عايزة توديني في 60 داهية؟ عايزني أعمل إيه يعني؟ عايز يدخل يلاقيني بعض في الأرض؟ أنا من إمبارح مش معايا سطر واحد، مش مستحملة. اتفضلي. الدنيا ما بقتش سهلة زي الأول، الدنيا قلق اليومين دول. ده أنا رحت أسكور من ديلر زي المدمنين عشان أجيب لك شوية دول. كتر خيرك يا ابن الاصول. حبيبة قلبي.
Нея, ты опоздал на работу. Уходи на свое место, я отстраняю тебя на один месяц. Ладно, спасибо. نادر، طمني ايه الاخبار؟ مفيش جديد، خصم شهر وانذار بالفصل. الحمد لله، الحمد لله انها جت على قد كده. المهم بقى حضرتك تركز في شغلك ومستقبلك. شكرا مصطفى على الاوفر جنبي. حبيبي ده احنا اخوات وربنا يديم المعروف. بصراحة يا مدام حسنى، موقف بنتك في القضية صعب جدا جدا، وانا حاولت اوجد اي ثغرة قانونية ما لقيتش. وانا مش عايزة ثغرة قانونية يا متر. امال حضرتك عاوزة ايه؟ انا عايزة حل مش قانون. يعني انت مش عاوزة محامي بقى؟ لا عايزة، وهدفع لك اللي انت عايزه، بس بنتي تخرج منها. هتخرج ان شاء الله. اتفضل يا بنت الوكل. الله يخليك يا حاجة، مش عايزة اكده تضعفي وتوجعي من طولك. مش عايزة والله، ما ليش نفس يا بنت. وقلة الوكل هتفيد بيها يا دي، تموتك. تموتني؟ اصلا يا حاجة مش عايزة عيش. وايه لازمة الحديد ده بقى؟ ما دام بتقول انك بريئة ارمي حمولك على الله. والله بريئة يا حاجة، والله العظيم ما عملت حاجة. طب عشان خاطري مدي يدك، يلا كلي. الحاجة عمران جه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ريم يا بنتي، عاملة ايه؟ لا انا هشتكي لك من نية، دي مش راضية تدوق طعم الزيت من صباحية ربنا. الله، ده كلام يا ريم يا بنتي، تعملي في نفسك كده؟ انا خايفة قوي يا عم. خايفة من ايه يا ريم؟ قلت لك طول ما انت هنا انت في امان، محدش يقدر يوصل لك وصف. طب وبعدين؟ هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا يا بنتي، هنعمل ايه؟ ايه الاخبار يا دكتور؟ لا احنا بقينا عالي العال وزي الفل، وعن قريب هسمعك اخبار حلوه جدا ان شاء الله. بس اللي احنا عاوزينه دلوقتي ان سياده المستشار يقوم من النومه دي، لان بصراحه كده النوم على السرير ده كده مش هينفع. والله بقول له كده يا دكتور، بس هو اللي مش راضي. معلش، هو يمكن بس متاثر شويه باللي حصل فيه امبارح. الحمد لله، قدر ولطف. الحمد لله، ربنا مش بيجيب حاجه وحشه ابدا. دلوقتي بقى يا باشمهندس احنا عايزين نعمل حاجه حلوه، عاوزين سيادة المستشار يقوم يقعد معانا على الكرسي. يا ريت كده حضرتك تساعدني نقومه مع بعض. يلا يا ريت. يلا يا سيادة المستشار يا جامد. لا 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 يا سيادة المستشار، مش هينفع المرة دي، مفيش هروب. هتقوم يعني هتقوم. أنا عندي حل بس صعب شوية ومكلف شويتين. يكلف زي ما يكلف، أنا ما عنديش أي مشكلة. أنا أهم حاجة عندي إن بنتي تخرج منها، وهدفع لك اللي أنت عايزه. إن شاء الله هتخرج منها. إيه رأي حضرتك نشوف حد يشيل القضية؟ حد زي يا متر؟ هو الموضوع بالسهل كده؟ لا مش بالسهل. مش حضرتك قلتي لي إن بنتك كانت بتشتغل عن طريق الإنترنت؟ أيوه، وممكن جدا يكون حد شافها ويتعرف عليها. انت متاكده ان ممكن حد يشوفها ويتعرف عليها؟ لا مش متاكده، بس ده اكيد طبعا، يعني جايز. يعني اولا لازم نتاكد، ثانيا ما تيجي نفكر نهربها بره مصر. تعيش لوحدها بره مصر؟ طبعا، عشان كده احنا لازم نخاطر، وما تنسيش ان عليها احكام باكتر من 30 سنه سجن. طب وحياتك يا متر،
تحاول تشوف لنا أي حل تاني غير إنها تبعد عن مصر وتسيب. اديني فرصة أفكر وهرد عليك. إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله. شفت بقى اللي حصل يا باشمهندس؟ سمعت كلامي؟ اسمع يا باشمهندس كلمتين هقولهم لك دول. سيادة المستشار لازم يتحرك بالكرسي، يروح ويجي، ينزل يقعد تحت في الهول، يقعد قدام الشباك، يشوف زرع، يشوف ناس. صدقني الحاجات دي كلها هتفرق معانا كتير. سمعت يا سيادة المستشار؟ هتعمل كل اللي هو بيقول عليه ده، وانا واخد اجازه وقاعد معاك هسليك، هفضل وراك لغايه ما تنطق وتتحرك، انت فاهم؟ بالذات ما ده اسمه كلام يا سياده المستشار. فحد في الدنيا يبقى عنده ابن بيدلعه زي الباشمهندس كده ويكسفه؟ بذمتك ده اسمه كلام؟ هو بس بيتدلع علينا. يلا بينا نفتح الفرامل. يلا بينا. بسم الله. عنك يا دكتور. اهلا حسام، تعال اقعد. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا باشا كله تمام. واخبار منع شمال ايه؟ والله ساعتك انا مش مطمن خالص. وانا كمان مش مطمن. في اي معلومات جديده عن سعادتك؟ المعلومات اللي عندي بتقول ان هو بيحاول يتصل باعوانه بره عشان خاطر يخرجوه او يهربوه. يهربوه مره واحده؟ ده متفائل قوي يا باشا. ما انت عارف بقى دماغ الناس دي بتبقى عامله ازاي. بس يا باشا موضوع اتصاله بالناس اللي بره ده ممكن يبقى فيه مصلحه كبيره جدا لينا. ان احنا ممكن نركب تليفونه ونوصل للناس اللي شغال معاها بره، ده اللي احنا عايزينه. مش قوي كده يا حسام. انا عارف يا باشا وعارف ان هو مش سهل، عارف ده كويس جدا. بس مع فكره ان مرعي بيصيع علينا ومش عايز يجي معانا سكه ودغري، يبقى احنا ما فيش قدامنا امل غير ان احنا نركب تليفونه ونعرف هو بيكلم مين بره ونوصل له. خد بالك ممكن كمان مراته تيجي تزوره وتبقى هي همزه الوصل بينه وبين الناس اللي بره. لا يا باشا هما مش بالغباء ده، لا مراته ولا حد من صبيانه هيجوا يزوروه. لان احنا راكبين تليفوناتهم ومراقبينهم كويس جدا، بس العيال اللي شغالين مع مرعي كلهم هربانين من ساعه المداهنه، مش عارفين نوصل لهم. انا عاوزك تشدد المراقبه عليه. بس بقول لك ايه يا حسام؟ عايزك تكون حريص جدا، مش عايزه يحس باي حاجه. مش عايزه ياخد حذره. متقلقش يا باشا ده اللي احنا عاملينه فعلا، احنا عارفين احنا بنعمل ايه يا باشا، متقلقش. هتودي الحاجات دي بسرعه للقرش. هو يا شيمان انا عطنيت يا استاذه. بس يا حمدي انت كمان انا مش ناقصاك. هي اللي مش ناقصاني يا استاذه، هي اللي مش ناقصاني، وانت مضيعه علينا صفقه صحفي مفيش زيه، ده غير رئيس التحرير والله هيزغرط لنا تحت في المدخل. يا ابني انا لا يمكن احسس رائف ان احنا بنعرفه عشان مصلحه، ولا دي كمان اخلاقي ولا مبادئي. لا يا استاذه انت لازم تاخدي بالك بقى احنا شغالين ايه، احنا صحفيين مش محققين، احنا دلوقتي مش بنجري ورا الخبر، احنا كده بنجري ورا الحقيقه، ويا عالم هنوصل لها ولا لا، ويا عالم كمان ممكن الناس دي تأجر ناس تقتلنا انا وانت زي ما كانوا هيقتلوا ثابت امبارح. يا ابني انت بجد مصنع للطاقه السلبيه، يا ساتر. بلا سلبيه بلا نبويه بقى. ولا انا اسف، انا اسف، انا اسف. ده حرام عليكي، ده انت امبارح خليتيني ارمي صور، مفيش مصور في مصر معاه الصور دي، ده انا اللي معايا صور القتيل، انا الوحيد اللي في مصر معايا صور القتيل. انت ليه بتعملي كده؟ تصدق لو قلت لك ان انا كمان مش عارفه؟ من مين اللي هيعرف؟ امي هتعرف. انا هنزل اجيب سندوتشات كبده، اجيب لك معايا؟ ايه؟ كبده، كبده، ما انت تعرفيش الكبده. قلبي وشو بدي يقله؟ زعلان وشو بعمله؟ شو بعمله ايه؟ ايه الاحتفال ده؟ على ايه الاحتفال؟ على ايه؟ بدنا نحتفل بحل مشاكلك بالشغل اليوم. مشاكل ايه اللي اتحلت؟ انا توقفت شهر وانذار بالفصل، احتفال انت مجنونه ولا ايه؟ ليك انا كنت مفكره رح يصير معك اكتر بكتير من هيك. بقول لك ايه؟ ايه؟ بلا هيك بلا فيك انت بتتلكك عشان تعملي احتفال. ايه؟ صح؟ بالظبط. انا موافق على الاحتفال. يلا يلا نحتفل. يلا يلا بينا. يس كرم فاضي. كل حاجه هتتحل، شغلها هيتحل، الاحتفال. نور عماد بيه. نورك يا معتز باشا. حلوه لندن؟ جميلة. أنا بعتبرها بلدي المفضلة بعد مصر طبعا. بس أنا مش هكذب عليك، أنا ما رحتش لندن قبل كده.
الجو هنا في مصر في الصيف بقى صعب قوي. بصراحة مارينا لمت. ومرأي. مرأي يا ريس، ده انت طلعت قديم قوي. قول لي بقى. انت ليه حاولت تقتل ثابت سعيد؟ ثابت سعيد؟ المحامي؟ ايوه. قتله ليه؟ وبعدين هو اي حد من خصوم يرفع عليها قضيه اروح رايح قتل المحامي بتاعه؟ لا 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 لا، ثانيه واحده، دي اي قضيه؟ ده انت اتعورت فيها جامد، ده اللي انا سمعته. يعني حضرتك بتقول سمعت؟ حصل يا باشا. احنا في السوق والسوق فيه رغي كتير، وانا راجل بيزنس مان وليه خصومي. وبعدين اقتله ازاي؟ واذا كنت انا كنت في لندن هقتله بالمراسله؟ احنا مسكنا العيال واعترف وقال ان انت اللي حرقته. يا باشا يقولوا اللي يقولوه، ولو معاهم دليل واحد ضدي يطلعوه، والا ما كانش زماني قاعد معاك قدام بعض بصفه وديه. لا طبعا صفه وديه طبعا. انا عايز اشكرك، وطبعا انا عارف اللي انت فيه وبتمر بيه، يعني مش عارف اقول لك ايه، بس اعمل ايه. اشكرك. اتفضل يا فندم. حماد بيه، والنبي لما تيجي تسافر المره الجايه بس ابقى بلغني. ليه؟ هو انا ممنوع من السفر ولا حاجه؟ انا قلت لك كده، انا بس مش عايزك تسافر عشان ما فهمكش غلط، ويا ريت ما فهمكش غلط. والله نورت عماد بيه. ايه بقى يا ستي غطسانه فين؟ بكلمك طول النهار بتكنسلي عليا. في ايه؟ ولا حاجه. كنت عند المحامي بتاع ريم. يا حسني عند المحامي طول اليوم؟ كان ايه راجل؟ هو تعيي ولا ايه؟ لا انا اسفه، مالك تنشنتي كده ليه؟ انا مش قصدي احقق معاكي خالص، انا بس عايزه اطمن عليكي واعرف مالك. مالي؟ مالي ان انا بنتي مطلوب القبض عليها وهي هربانه من البوليس، والمحامي قال لي ان مجموع الاحكام اللي عليها ممكن يوصل ل 30 سنه. عرفتي مالي؟ 30 سنه؟ يا خبر اسود. معلش حقك عليا، انا اسفه. انا يمكن مقصره معاكي اليومين دول بسبب كتر المشاغل اللي عندي، بس حقك عليا. الواحد ما بقاش عارف يركز في ايه ولا في ايه. معلش ما تزعليش مني. لا 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 لا، عادي عادي عادي. ما انتوا اصلكوا كلكوا اتعودتوا لما تقعوا في مشكله تلجأوا لي، لكن لما انا بقى اقع في مصيبه ما الاقيش حد خالص. بص عليك يا حسنى، ليه؟ وانت بالنسبه لي مش صاحبتي وبس، انت بالنسبه لي صاحبتي واختي وامي كمان. وللاسف الام دايما بتدي، عمرها ما بتاخد حاجه خالص. عندك حق، حقك ليه. أنا مقصرة في حقك، معلش. بس صدقيني أنا معاكي دلوقتي في أي حاجة، لو طلبتي عينيا هقدمها لك حالا دلوقتي. ربنا يخليكي ليا يا راجل. أنا اللي آسفة، ما تزعليش مني. بس أنتِ عارفة ريم بالنسبة لي إيه؟ عارفة. عارفة يا حمد. ربنا يستر إن شاء الله. يا رب. طب المهم طمنيني، أخبارها إيه دلوقتي؟ البنت فص ملح وداب. فص ملح وداب؟ ريم؟ ريم اللي لما كانت تخرج على اول الشارع تكلمك فص ملح وداب ومدوخه البوليس ومصر كلها؟ ازاي؟ انا خايفه تكون قبلت في نفسها حاجه. حرام عليكي، حرام عليكي، خليكي متفائله. ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه يا رب. ان شاء الله. وان شاء الله كمان ايه؟ مش قادره تكمليها؟ ان شاء الله تلوها، عشان انت عارفه كويس قوي ان هم لو هتتحبس. انت عارفه كده، عشان كده مش قادره تكملي الكلمه. طب بس اهدي، عشان خاطري اهدي، عشان نعرف نفكر، عشان خاطري. يا رب اهدي بس اهدي. طب المحامي ده ما قالكيش اي حاجه طمني؟ يا ريت هو كان نطق كلمه. قال لي ان موقفها مايل ب 60 نيله في القضيه. الله يخرب بيته، هو جاي يطمنا ولا يقلقنا؟ اقول لك تعالي نروح لحسن. حسن ايه بس؟ يعني حسن هو الساحر؟ يا ستي مش يمكن يبقى عنده حل تاني؟ ولا تاني ولا تالت. انا مش هفضل غير مع محمود الفراو، محامي واحد بس، وهو عارف كل حاجه عن الماضي. طيب اللي تشوفيه، انا بس كنت عايزه اساعد مش اكتر. ربنا يخليكي يا حبيبتي.
كان نفسي اقعد معاكي اكتر من كده بس عندي عياده. لو احتجتي اي حاجه كلميني على الموبايل. طيب. وانا بالليل وانا راجعه هعدي عليكي ان شاء الله. باي باي.